ممثل مسرحي ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، تميز بالتلقائية وببساطة الأداء الذي أكسبته حب الجمهور وتعلقهم به. غسان صلاح وجه المدينة لهذه الحلقة. بسيط وتلقائي، متعدد المواهب في مجال الإعلام والتمثيل، إنه الشاب غسان صلاح. أنا مش فقعان منه، هيا الله يقطع خبرك يا زعلتكم قمة. ولا سمعت حاجة يا ناس حبيبي، سمعتي حاجة؟ زي ما يزيد لي عزال السيف. رتبي إن شاء الله تطرش حيح وترشع دم يا زعلتكم قمة. مين سمعت حاجة؟ ما ليه بكتي قولي لي سمعتي حاجة ولا شيء؟ وديني يا ما مسمع، أنا بس اللي هو أقولك مسمع. سامحيني يا شريفة. ما لا سامحك يا أحلى وحدة بالحافة، الظاهر إنه رفعت لك الضغط. شريفة ممكن أطلب منك طلب؟ طلبت من الصبح ها من اللي على الطلب. شو بقول لك؟ إذا كان طلبك ذا من ضمن إمكانياتي وما يتعارض مع مصالحها سعيد جمجمة، هطلب وبنخدمك وأمرنا لله إيش حد نفعل. هو من ضمن إمكانياتك وما يتعارض مع سعيد جمجمة اللي هو؟ شوفي هذا الأكل اللي قدامك ماله، كنت تأكلينا وتشربينا يا دو، لأننا ننسان قاعد عطشان. سألتك بالله؟ والله لا، مش من ضمن إمكانياتي ولا أقدر موت. ليش دخلي أنا من الخبر كله؟ وليش يا شريفة؟ يا وليش؟ نعم يا شريفة، قومي كلمي يا عفيفة فهمي. أما لكنه هذا لويك لويك فحاس أنا يتعارض مع حقنا سعيد جمجمة. سمع، واللي معك مسؤول عن أكلك وشربك يا شفاق الأخت فوزية قلاقل. كانت بدايته كممثل مع المسرح المدرسي في الثانوية العامة، مع أنه كان مستبعداً تماماً فكرة أن يصبح ممثلاً يؤدي أدواراً على خشبة المسرح، ولكنه ما أن سنحت له الفرصة حتى جذبه تشويق الجمهور وحبهم لأدائه. في البداية أنا ضد فكرة المسرح أو التمثيل على المسرح، لأنه كنت أحس أنه مش فاهم، يعني شغلة الناس كبيرة. فالمصادفة يوم من الأيام كان في مهرجان المسرح المدرسي، كان في معي مجموعة أصدقاء يعني موجودين في داخل المدرسة، وهذه المرحلة كانت في مرحلة الثانوية العامة يعني، فكانوا الزملاء اللي موجودين يعني في داخل المدرسة إنه أنا معي نص ومهرجان المسرح المدرسي، أنا محتاج غسان يمثل معي. فكان واحد من زملائي عزيز علي توجه إلى زميل تاني أبو ممثل ومخرج يعني كبير، وكان يقول له أشتري غسان يمثل معي. كان يقول له مستحيل يعني أجيب غسان يمثل معي. قال له خلاص أنا بعطيك، قال له خلاص أنا بحاول أقنعنا غسان بأي طريقة، ولكن أشتري منك طلب واحد صغير، أنا بمسك دور البطولة وغسان يمسك الدور العادي اللي هو كانت مسرحية عن فلسطين والابن بيموت وإلى آخره. كان يقول له خلاص أوكي تمام ولا يهمك عيوني تنتهي. فصاحبي لما قرأ النص على أساس أنه هو المخرج قال له لا، أنا بعطي دور البطولة الغسان وبعطي دور الثانوي لا. كان يقول له مش معقول، قال له لا لازم. فعملت المسرحية في يوم العرض نفسه يعني على نهاية العرض كان في مشهد يجي خبر للأب أنه الابن بيموت أو بيتوفى أو إلى آخره، فالأب لازم أنه يبكي. فكان المكان حما يعني جو حار والمدرسة مليانة والساحة والمدرسين والطلاب، فمشهد نزلت أبكي وأنا ماسك يدي، ولما نزلت ماسك يدي نزل العرق لعيوني، الناس افتكرت كلها أن أنا بكيت. فلما شفت الناس تصفق من هنا أقل إحساس أنه شعور جميل، أنه الشيء اللي أنا عملته حتى ولو كان تمثيل بس الناس صفقت. حينما حصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في العام 2004، بدأ يشق طريقه نحو التمثيل المسرحي متخذاً أدواراً يعتمد فيها على الكاريزما الموجودة في غسان. فجأة بدون أي سابق إنذار أسمع أنه من وزارة الثقافة عدن ومكتب التربية والتعليم يتم ترشيح أفضل ممثل مسرحي العام 2004-2005 غسان صلاح. وانا صفق مراعي الغسان ده يطلع يعني، والشباب كله بيقولوا لي تفضل اطلع. قلت لهم من ده انا؟ قال لي وانت؟ قلت لهم لا مش معقول. فطلعت توجهت يعني الى المسرح واستلمت الشهاده، وكنت فرحان ان استلمت الشهاده. غادر
إلى مصر بحثاً عن سماء أوسع في مجال التمثيل، وعلى قاعة الأوبرا المصرية شارك مع زملائه اليمنيين بعضاً من الأدوار التمثيلية، لكن طموحه لم يقف عند التمثيل فطرق باباً آخر من أبواب النجاح، إنه الإعلام. كان عندي قناعة إن أنا أشتي أمثل عمل في مصر بأي طريقة ممكنة، أحاول قدر الإمكان إن أنا أنهي التمثيل، يعني أنهي التمثيل بقوة، يعني كذا عندي كانت في بالي، وكنت أشتي أقدم عمل في مصر. فسبحان الله فجأة من الفترات يعني فجأة قالي فرصة يعني أن أنا أقدم عمل في داخل مصر في دار الأوبرا، في القاعة الكبرى في دار الأوبرا، أنا ومجموعة شباب من عدن يعني. وقدمت عمل كان موجود في دار الأوبرا واحتفلنا يعني في هذا العمل. تفاجأت بأنه ما توقعت أنه العمل بيطلع بالطريقة هذه حلو، ولا توقعت أنه يعني أكثر من قناة بتغطي معي في العمل كتأليف وإخراج ويعني تمثيل. والحمد لله يعني كذا تقدر تقول أن أنا إيش قنعت من جانب التمثيلي. إذاعة لنا بالنسبة لغسان صلاح محطة مهمة من محطات حياته بعد تجربته التلفزيونية في برنامج يوتيوب كوم، فقدم للإذاعة برنامج رايح جاي وبرنامج شعبكة الذي لا زال يقدمه إلى يومنا هذا. مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مباشرة من استديوهات راديو لنا FM 91.9 نجدد بكم التحية. برنامج شعبك اللي تعودنا دائما ان احنا نلتقي معكم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء. كان اجمل حاجة بانه جيوب اطفالنا تمتلئ بالنعنع الملون، ولا الشنجم ابو طابع، ولا النعنع ابو عسل، ولا الحبة النعنع المغطاية باللوز. كان دائما جيوب اطفالنا تمتلي وكأنه عبارة عن علب مليئة بالحلويات، وكانوا فرحانين بانهم في داخل جيوبهم النعنع والحلوى واللي هي حلوة العيد. الإذاعة تعرفي تقولي تجربة مختلفة تماما، يعني أنا جربت التلفزيون في قناة المصير، كان عندي برنامج اسمه يوتيوب كوم، والبرنامج هذا كان برنامج سياسي كوميدي ينتقد الوضع السياسي بطريقة كوميدية خفيفة وبسيطة، ترك أثر بقلوب الناس كثيراً. الباب من أمامكم والحرب من خلفكم، والكهرباء طافية والمي مقطوع، والناس تعاني الفاقة والجوع كمان، فما الذي بقى؟ الإعلام بالنسبة لغسان ليس الهدف الأخير، فهو قد يتركه لسبب أو لآخر، ولكن بعد أن يترك فيه بصمته التي يريد متخذا طريقة التلقائية والقرب من الجمهور ساحة لإبداعه. من هذا الشيء إن أنا ما كنتش متصنع، استخدمت اللغة المبسطة العدنية اللي فيها الثلاثة ثلاثة، اللي فيها الدال دال. كانوا كثير من الناس يقولوا لي في عندك أخطاء، يعني تنطق بعض الكلمات خطأ، أقول لهم لا أنا أنطق بالعدني. كانوا يقولوا لي لا بس يعني أنت بالجانب العلمي، أقول لهم لا، هذا اللي بيخلينا قريب للناس، وهذا اللي بيخلينا ندخل لكل بيت، وهذا اللي بيخلينا كل الناس تحبنا ببساطتي، زي ما أنا أتعامل مع الناس برا الشارع بضحكتي وابتسامتي وبطريقة كلامي، هذا اللي بيخلينا. والله خططي وآمالي في المستقبل الظاهر أننا كمان بنسيق أنا بالإعلام وبتوجه توجه. يبقى غسان صلاح مثالا للشاب الطموح الراغب في العيش طليقا يكتشف كل يوم في نفسه الشيء الجديد.